او ان عيش ولحم او الاكلات الدسمه هذه اللي تكون موجوده عندنا كمجتمع كويتي على السفره، ومبادره نفس هذه ولايف ستايل جديد نبي ندخله على المجتمع، تتوقعين ان السبريدنج مال اللايف ستايل هذا والانتشار لللايف ستايل هذا راح ياخذ موقع عندنا بالمجتمع الكويتي؟ ان شاء الله اكيد، واصلا نحن عم نلمس يعني هالشيء، لانه صارت الاهل هن عم بيجوا يجيبوا اولادهم على دايت سنتر يقولوا لنا علمونا كيف. هلا نحن هون بنقول العيش منه غلط، بس كيف عم تطبخ العيش وكيف عم تاكل العيش. حلو. قد ايه عم تاكل وكيف عم تطبخه، هذا اللي عم نجرب نوعي. يعني ما عم نحرم، ما عم نقول له للولد ممنوع تاكل، بس تعلم كيف تاكل، نعلم الاهل كيف يطبخوا وقد ايه ياكلوا. يعني انا فيني اقوم على الطاوله اقول الحمد لله، ما اقوم ابي اروح انام، حاشتني تخمل واصل لهني. اكزاكتلي. غلط. فهيدي التوعيه اللي عم نبلش فيها شوي شوي، لانه الاطفال ما فيك تجي تقول لهم وقف اكل، ممنوع تاكل، ممنوع تشرب، ممنوع تطلع طلعه. ستيب باي ستيب. اكزاكتلي. حلو. استاذ رانيا مساء، انت قلتي ان في عدد من الشركات، المؤسسات، الهيئات. نعم. شركات القطاع الخاص اللي قاعد تساعدكم في هذا المشروع، منو هي الهيئات والمؤسسات؟ يعني يستوجب علينا ذكر الناس اللي قاعدين يدعمونا في أكيد هذا المشروع. اكيد، ونحن بنشكرهم كثير، لانه لولاهم كمان ما قدرنا نقوم بهالحمله بصراحه. عندنا نحن من القطاع الحكومي عندنا وزاره الصحه، عندنا وزاره التربيه، عندنا الاداره العامه للتعليم الخاص، وعندنا شركه ارجانا للفنادق والمنتجعات اللي هي اورجنايزر معنا بايت هيلثي كويت. من القطاع الخاص عندنا الاهلي يونايتد بانك، عندنا الجالف انشورنس، عندنا ابيات، عندنا ما شاء الله بيج كومبانيز. ايه الحمد لله. عندنا ابيات، عندنا شركه الارجان العالميه العقاريه، عندنا مستشفى رويال حياه كمان. اي نعم. بعد فانسي هاي اند كومبانيز معاكم ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. عندنا شركه في ماكس كمان للسفريات، فكلهم دعمونا، وسبشلي انه الاولاد هن 30 ولد، 30 ولد كويتيين اخذينهم من مدارس حكوميه ومدارس خاصه، وما ميزنا. يعني نحن تعاملنا مع الوزاره، قلنا لهم انتم اختاروا المدارس ونحن اخترنا من هالمدارس الاولاد. يعني الاولاد نحن حتى ما بنعرفهم. فالحمد لله، يعني ان شاء الله منبيض لهم وجههم، وان شاء الله منوصل لهم المسج اللي لازم. بس بحب عن جد ارجع اشكر كل القطاع الحكومي والخاص اللي شاركونا وحتى داعميننا، وان شاء الله يعني عم بيقولوا لنا بليز، يعني بدنا لسنه الجاي ان شاء الله باذن الله، وراح توفقون وراح تبيضون الوجه مثل ما يقولون. يمكن الشكر للهيئات والمؤسسات المشاركه كانت عند الاستاذه رانيا. استاذه فاتن، الكلمه الاخيره اللي راح تطلع من ايت هيلثي كيو 8 حق المشاهدين اللي قاعدين يشوفون شنو راح تكون؟ مثل اسم المبادره انه قلناها قبل، اتس تايم تو ايت هيلثي كويت. حلو حلو. قواكم الله الاستاذه فاتن والاستاذه رانيا على تلبيه الدعوه الجميله هذه، ولكم منا وهذا وعد، وانا اقوله قدام المشاهدين، اي ايفنت، اي شيء عندكم حابين نغطي لكم اياه كميديا، يعني من العين هذه قبل العين هذه. مشكورين وايد وما قصرتوا، تستقبلنا نحن واطفالنا. حاضر، عيوني لكم. تامرون امر. عموما يعطيكم العافيه وما قصرتوا، ولكن احنا راح نستمر معاكم في برنامج كافيه شبابي. ننتقل حق هذا الفاصل، التقرير الجميل اللي محضرينه هذه كانت بدليه اللي محضرينه لنا الشباب، ونرجع نتواصل معاكم مره ثانيه بعد هذا التقرير. في الكويت الواحد يحتار لما يروح المعارض، وين يروح وين يدش وين يفتر. علشان كذي احنا اليوم في كافيه شبابي، لحظه ثاني، عشان كذي احنا اليوم في كافيه شبابي نحتار وين نروح، ونحتار في اي بوث نقابل ومنو اللي نقابله. بس اوعدكم ان اليوم تغطيتي راح تكون حلوه ومميزه في معرض اي اون كويت. تعالوا معي عشان نبدي جولتنا. اول شيء في اول بوث وقفنا عنده في معرض اي اون كويت، هذا المعرض هديه مني حق عهود، وهديه مني حق كل البنات اللي قاعد يشوفونا في كافيه شبابي. مصممه الازياء الشابه ناديه، شلونك؟ يا هلا فيك. احنا اليوم سعيدين بوجودك معنا اليوم في هالمعرض، لكن نبي نتكلم عن مشاركتك في المعرض، ونبي نتكلم عن الاشياء اللي مجهزتها حق الناس اللي جايه تشوفك هنا. انا دائما اعامل زبوناتي على انهم الانيقات في اي بي، كل ما عندي من اشياء حلوه قاعده اصممها لهم، وابيهم يطلعون باجمل صوره باسمي انا. ف
فأنا هدفي أنهم يكونون دايمين معي على طول أنيقات. معك عبد الله المسقطي. نعم فيك عبد الله. عبد الله اليوم نقدر نقول لك نسوي تقريبا مغامرة كبيرة في هالمعرض ويايب مجموعة من الحيوانات نقدر نقول اللي ما مو متعودين الناس انهم يشوفونها بهدف شنو؟ انا هدفي ان الكل عبال ان الحية على طول تعض على طول سامة. فهدفي ان هذه الحيوانات مثل تعتبر حيوانات أليفة، الاهالي يستانسون، الكبار ياخذون فكرة حلوة عنها. متأكد انها أليفة؟ اي متأكد، هذا اهدهم على اليهال. اوكي. شابة كويتية اسمها دلال الأنبعي، فكرتها اسمها فن البيوت. من خلال مشروعها قررت انها ترسم وتصمم الاشياء المنزلية مثل الاستكانات، مثل القلاصات، مثل دلال الصواني وغيرها من الاشياء اللي نستخدمها في البيت طريقه حلوه ومميزه. ترسم عليها الالوان اللي انتم تختارونها اللي انتم تبونها عشان تكون مناسبه حق البيت. يعني ايضا هني حتى الاواني المنزليه اللي تحفظ فيه الحراره وتحفظون فيه الاكل هي راسمه عليه بطريقه حلوه ومناسبه واكيد مميزه بالوان حتى في اثناء الغسل ما تروح هذه الالوان وممكن تحافظ على رونقها. فحلوه هذه الفكره وحلوه هالمشروع وعساك على القوه يا دلال. من خلال كافيه شبابي اليوم في جولتنا في معرض اي اون كويت يسعدنا تكون معنا المسؤوله والمشرفه على هذا المعرض اوراد شطي. يا هلا ومرحبا فيك يا عمر. هلا والله. لين انا لاني كليت مجموعه من الماكولات الحلوه الجميله هني فمو قادر اتكلم. اوراد احنا سعيدين بوجودك معنا، لكن في البدايه نبي نتكلم عن هذا المعرض وعن الاشياء الحلوه والجميله اللي مسوينها هني. الحمد لله المعرض مثل ما انتم شايفين اغلب المشاركين الحمد لله من الكويتيين اللي عندهم المواهب، واحنا الحمد لله مجهود الشباب اللي معنا تعبوا في الموضوع، ومثل ما انتم شايفين وانا يعني الحمد لله الكل سعيد من المعرض. الحمد لله ما لقينا الا الناس قاعدين يرحبون في المعرض، ومثل ما انت شايف المعرض متنوع الحمد لله، جمع اشياء من كل الانواع ان شاء الله.